قناة المسلم أخو المسلم الدعوية، بوابتك للعلم النافع. كنا في آخر المجلس الماضي قد أشرنا إلى مسألة تتعلق بالبنوك، وهي حكم العمل في البنوك. ولا شك أن العمل في المصارف الإسلامية جائز، لأن هذا العمل جائز وفيه إغناء الناس عن البنوك الربوية، ومثل هذا الأمر يحتاج إلى تشجيع. وإذا وجدت أخطاء فينبغي على طلاب العلم أن يسعوا إلى تصحيحها وإلى النصح والإرشاد، ولا ينبغي التشكيك في المصارف الإسلامية كالزعم أنه لا فرق بين البنوك الربوية والمصارف الإسلامية، فإن هذا في الحقيقة إعانة للشيطان على هدم هذه المصارف وإيقاف هذه المسيرة. والعاقل لا يهدم مصراً ليبني قصراً، بل إذا وجد خللاً أصلحه وناصح فيه، فعليه. فإننا نقول إن العمل في المصارف الإسلامية جائز ولا حرج فيه. وقول بعض الناس من غير تدبر إن عملك في المصرف الإسلامي كعملك في البنك الربوي فكلهم سواء، قول لا يقول به أهل العلم ولا ينبغي أن يقال به. كون الإنسان بنفسه يتورع عن العمل في مسائل الأموال لما يعني يكتنفها من الشبهات أحياناً فهذا يعود إليه، لكن الورع لا يفتى به ولا يحمل عليه. وأما العمل في البنوك الربوية فلا يخلو من حالين. الحالة الأولى العمل في الأعمال المتعلقة بالربا، العمل في الأعمال المتعلقة بالربا، كأن يكون محاسباً أو كاتباً أو مقيداً في الدفاتر أو نحو ذلك، وهذا حرام باتفاق العلماء، بل هو من كبائر الذنوب ويستحق صاحبه والعياذ بالله اللعنة. فهذا العمل حرام، والمال الناتج منه حرام، والواجب على من ابتلي به أن يتوب إلى الله وأن يترك هذا العمل. فإذا تركه فإنه لا يلزمه أن يتخلص من المال الذي حصل له قبل، كونه أخذ مرتباً أو نحو ذلك لسنة أو سنتين أو ثلاث سنين وبنى به بيتاً، لا يلزمه أن يتخلص من المال الذي حصل له قبل التوبة، ولكن يجب عليه أن يقلع ويترك هذا العمل. فإذا تاب طاب له ما مضى واستقام له الحال إن شاء الله. أما إذا أصر فإن ماله حرام، وما يدخل عليه من هذا البنك فإنه حرام. والحالة الثانية العمل في الأعمال
التي لا تعلق لها بالربا ولكنها في البنك، مثل أن يعمل عامل نظافة أو صانعاً للشاي في البنك أو حارساً أو غير ذلك، أو سائقاً أو غير ذلك من الأعمال التي لا علاقة لها بالأعمال الربوية وإنما هي تابعة، وهذه قد اختلف فيها العلماء. فذهب جمع كبير من أهل العلم إلى أنه لا يجوز العمل في البنوك الربوية في مثل هذه الأعمال، يعني يا إخوة لا يجوز مطلقاً أن يعمل المسلم في البنك الربوي، سواء كان يعني عمله يتعلق بالربا أو كان عمله لا يتعلق بالربا. وبهذا كان يفتي سماحة الشيخ ابن باز رحمه الله، وكذلك أفتت اللجنة الدائمة عدة فتاوى بهذا الأمر، وهو أنه لا يجوز العمل في البنوك الربوية مطلقاً. لماذا؟ قالوا لأن في العمل فيها إعانة لها، لأن في العمل فيها إعانة لها، فالبنوك لا تقوم إلا بموظفيها، فالبنوك لا تقوم إلا بموظفيها، ولأن هذا العمل يقتضي أن يوجد الإنسان في مكان يحارب فيه الله ويحاربه الله. كونك تعمل عامل نظافة في البنك فإنه لا بد أن توجد في هذا البنك، وهذا البنك قد آذنه الله عز وجل بحرب منه ومن رسوله صلى الله عليه وسلم، وهو محارب لله لأنه مبارز بالمعصية وقد آذنه الله بالحرب. فهذا العمل يقتضي منك أن توجد في هذا المكان، وهذا المكان وهذا الوجود مظنة العقوبة، مظنة العقوبة، فإن مثل هذا المكان مظنة أن يعاقب أهله. ولذلك قالوا إن العمل في هذه البنوك لا يجوز مطلقاً. والقول الثاني قالوا إن العمل في البنوك الربوية في الأعمال البعيدة عن الربا والتي لا أثر لها في الربا جائز، لأنه عمل لا محظور فيه ولا أثر لهذا العمل في بقاء البنك، بل البنك موجود به وبدونه، وعليه فإن هذا العمل جائز لأنه لا محظور فيه. والذي يظهر والله أعلم أن الأصل أنه يحرم العمل في البنوك الربوية مطلقاً، وأستثني من هذا، أعني من القول بالتحريم، شيئاً واحداً وهو العمل في الحراسة، وهو العمل في الحراسة، في حراسة البنك. فإن الذي يظهر والله أعلم أن العمل في الحراسة جائز. لماذا؟ لأن مهمة الحراسة منع الاعتداء، وهذا مطلوب شرعا، مطلوب شرعا أن يمنع الاعتداء على البنك. يعني نحن نقول البنوك الربوية حرام ويجب على الأمة أن تسعى إلى استبدالها وإلى وضع المصارف الإسلامية
ويجب على ولاة أمرنا أن يجروا الأبحاث التي تيسر الانتقال من هذه البنوك إلى البنوك الإسلامية، ونسأل الله عز وجل أن يوفق ولاة أمور المسلمين لهذا الأمر. ولكن في نفس الوقت نقول لا يجوز أن يسرق البنك، ولا يجوز أن تكسر نوافذه، ولا يجوز أن تكسر آلاته، أعني بالنسبة للناس. فوظيفة الحارس متعلقة بمنع الاعتداء الذي هو مطلوب، أعني المنع. وعليه فإن وظيفة الحارس لا إشكال فيها. وكذلك لو أن رجل الشرطة، لو أن رجل الشرطة الذي يعمل في الدولة أمر بأن يحرس البنك، يكون حارسا على منطقة فيها بنك، أو يحرس البنك، أو يحرس منطقة البنوك، فإنه يفعل هذا، لأن هذا الأمر مطلوب. فمسألة الحراسة فيما ظهر لي والله أعلم مستثناه من الحرمة، لأن أثرها ليس متعلقا بالحرام بل متعلق بالمطلوب، وهو منع الاعتداء. أما بقية الأعمال فالذي يظهر لي والله أعلم هو القول بالتحريم مطلقا، ولو لم يكن العمل متعلقا بالربا لما قدمناه، لأن في هذا نوعا من التعاون، ولأن في هذا أيضا تعريضا للنفس لنزول العقوبة، ولأن في هذا بقاء في المكان وفي داخل المكان الذي يحارب فيه الله عز وجل، وآذن الله أهله بحرب منه ومن رسوله صلى الله عليه وسلم.